ماتا عدل الخلف نقول من تيرو الأخوان ماتا عرضية عالية للقائم البعيد وريكاردو كوستو وهدف ثاني هدف ثاني ماريو سيستاكوفيتشوس هدف ثاني في الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الثاني يتقدم الآن فالنسيا بعد لقطة فنية ممتازة كانت من الركلة الركنية لعبت من خوان ماتا لبابلو هرنانديز مقول من تيرو مرر لإخوان ماتا مرة أخرى إخوان ماتا أعاد الكرة لمن هم كانوا في الناحية الهجومية من المدافعين والعرضية جاءت برأسية ريكاردو كوستا المدافع وراء وقلب الدفاع إلى قلب الدفاع الآخر ماريوس ستانكوفيتشوس اللي كان يتواجد في هذه الهجمة وستانكوفيتشوس يكمل الكرة في مرمى الاستبان هدف ثاني في الدقيقة 22 لصالح فريق فالنسيا والهدف الثاني لهذا اللاعب ماريوس ستانكوفيتشوس في الليغا الإسبانية في هذا الموسم لكن يعني واضح أن الفريق